وش فيك خرعتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلاك شو فيك؟ انا عبالي سقف البيت طاح، شو فيك؟ يسفو الظاهر اني كنت احلم حلم يخرع. لا حول ولا قوه الا بالله، شو الحلم الخايس اللي بيك؟ انا مو تو ما مدالك دقيقتين شال الحلم، انت واقف لك على طرف راسك يبي خلنا نرقد. حلمت خير ان شاء الله، ان انا وانت رايحين مسافرين مصر حق شلبي. مسافرين مصر؟ شو اخبار شلبي؟ اول ما وصلنا عند باب شقته طقينا الباب، طلعت لنا زوجته اللي تقول شلبي اعطاكم امره. شلبي مات؟ ايه شو نسوي الحين؟ شو نسوي بعد؟ كم خلنا نشوف خميس الخبر، خلنا نسوي لنا خيمه عزا نعزي ولا نصير نعزيهم يا اخي. صح، المفروض ياخذ لنا تذاكر ونصير هناك نعزيهم، هذه واجب، هذه اكثر من اخو. تقول لك تعال تعال، انت منو شفت في الحلم؟ منو حرمته؟ حرمته شو قالت لك؟ قالت لي شلبي اداك عمره، وانا قلت لها بعد عظم الله اجرش يا باشا. بس دام انت قلت عظم الله اجرش يا باشا، يعني الريال ما تصير. الله يرحمه. كان طيب حوالي. انت بتسكت ولا بهفك بهالابجوره على قمه راسك يا اخي؟ ليش؟ انت مو متاثر بموته؟ اي متاثر، اقول هذا حلم بابا، حلم هذا، ايش فيك؟ صدق والله حلم، بس في الحلم اول ما زوجته بطلت الباب شميت ريحه ملوخيه، يعني صدق مو بحلم. صدق اللي انا بروح هناك بركب في السياره بتكبر وجهك يا اخي، سير عني سير. تعال تعال تعال، انا خايف، خايف لا يطلع لي المرحوم. انطرني باي وياك، انطر. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. الله 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 الله. شنشط؟ الحمد لله اليوم أنا ناش من رقاد، مبسوط، فرحان، كلي نشاط، أحس إني ابتدي في أواخر الثلاثينات. ويا حلوك، قول إن شاء الله توصل حتى أواخر العشرينات. لا لا لا، أواخر العشرينات مو بشيء، أواخر الثلاثينات وايزين. آخر مرة حسيت إني أنا في أواخر العشرينات يعني الدسك. يلا شوفك الشرعية، أذكر ما نسيت. زي ما دام أنت الحين في أواخر الثلاثينات، خميس يعني ليش ما تقعد مع أخواني شوي؟ جت اللي تكرهني. ليش؟ والله جت اللي تكرهني. شو أنت شبلات؟ ليش من صباح الله خير كذي تبغين تتضايقين بي؟ ليش؟ يعني انا الحين اقول لك في اواخر العشرينات تبغين ترديني اواخر التسعينات؟ قميص مو بعن شيء يعني، بس اخواني مسافر عنهم الاستاذ متضايقين ودائما قاعدين هناك بالملحق، موليه ما يطلعون، اودي لهم الاكل اشيله مثل ما حطيته. اقول يسلمك، شوفهم انا خايفه عليهم لا يصير فيهم شيء. يعني على اساس انا اللي اقدر اتفاهم وياهم ولا اعرف لهم؟ عادي، انا اخاف اذا صرت هناك لست وياهم استوي مثلهم
وتيني حالة اكتئاب. كلش ولا الاكتئاب ايه الضرر رجع علي انا بعد ما ارضاها. بس هم يشوفونك انت مثل اخوهم الكبير. ايه اقعد معاهم سولف اخذ ما في خاطرهم كلمهم طالع ليش فيهم بالضبط صاير عندهم. شوفي انا بصير اجلس وياهم لكن انه اخترب مزاجي. يا ويلك انت اللي بتدفعين الثمن. قام يهددون ابد ما تسوي شيء خير انت كله مضطهدني انا واخواني. لا تحاتي بترجع على اواخر العشرينات اذا قعدت معاهم. ابو عوف انت يا البغاب عطيتي لي نكس شكرا على ورث المحارم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو مستوي فيكم يا جماعة؟ شو حقا شو مسوين؟ شو الحال اللي واصلين لكم عالم البؤساء؟ بوي مبزل عليكم بس تبتمون على الحرب مو بلا تخلصون الكلينكس شراشمنا بتخلصونه من السلاح بس خلاص اهدوا ريايين كبار عيب عليكم. شو هذا؟ انت من البيض على راسك؟ شو هذا؟ منو هذا؟ منو هذا؟ ليش؟ انا مو كنت كشتك تعش حق الطيور بس خلاص. لا تجرح المجروح يكفي جرح. يا بابا اي جرح اي جرح ما بزين. انتوا حالتكم حاله انتوا كلكم ثنتين مطلقات من اللي ساتنين ما بزين. لا واحده مطلقه والثانيه ارمله عيب عليكم خلاص. انت لانك ما قاعد تحس باللي نحن نحس فيه. نحن بس ايش فيك حملني ليش ما تدري انت يا خميس ايش فيك البارحه انا حلمان النشا لبي ميت ليس عن طور شارع جامعة الدول هي فرغلي والعصير الحافر مال الحصان ليس على رقبته وتقولي لا صيح لا صيح ايش ما بدله انا ايش ما بدله هي مات اقول لك الحافر مال الحصان رقبته تقولي ما مات حطور دايسه يموت اي شلون عيل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أنتوا واصلين حالة صعبة جدا. لا لا يا ول يا ول والله كسرت يا ول يا ول وجهك عود ما شاء الله يا ول. أقول يا جماعة الخير خلاص 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 والله خليتوني أصيح وياكم بس 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 أنتوا حالتكم صعبة خلاص فكونا من هالسالفة هذه. يا جماعة الخير أنتوا لازم تعرفون هذه حال الدنيا ناس تموت ناس تحيا أنا السبب لا 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 ما حد السبب الوداع جزء من الحياة يا أخوان كيف يعني صدق علي كيف يعني أنت الحين ما ودعت حد من أهلك لا ما أظن كيف ما أظن أنت ما سافرت من البحرين من عند أهلك هناك ودعتهم ويت عند أهلك هني أي والله صدق نسيت انا ابغينا شويه تفكير بس شلون يعني انا اقول لك شلون انتوا لازم تحصلون البديل اذا حصلتوا البديل يشغل وقت فراغكم يعني انت لما طلعت من عند اهلك وجيت هني حزنت عليهم حصلت اهلك هني اشغلوا فراغك ما حسسوك ان في شيء ناقصك فانتوا دوروا على البديل بترتاحون ما بتخلصون الكلينكس مالي صح اماني كلام خميس صح ترى صراحه خميس انت ما شاء الله عليك عبقري ورائع صراحه انت انسان عالم صراحه مش تافه والله العظيم صدق خميس ساعدوا اختنا من الصبح تحاول تقنعنا لكن احنا ما اقتنعنا جيت انت في خمس دقائق سبحانك يا رب سبحانك يا رب اقتنعنا في كلامك بارك الله فيكم أيوة بارك الله فيكم هلا حيا الله المدام اشوفك جالسه هني ها يلا هلا فيك خميس نعم انت ايش قلت حق اخواني ليش شو صاير بعد
لا صج ايش قلت لهم بالضبط؟ قولي لي ايش صار عشان اعرف كيف ارد عليك. هم بصراحه نفسيتهم وايد صارت احسن. ايه وامورهم تمام التمام. انا 3 ايام احاول معاهم كني اكلم طوفه ما يردون علي. عشان تبغين الصدق هم مثل الطوفه صحيح. ايش مره معاي انت في يوم واحد وطحت على عوقهم شنو قلت لهم؟ مو بيوم الله وكيلك 5 دقائق بس. اي ما عليه 5 دقائق ابي افهم ابي اعرف ايش قلت لهم. لا لا هذا عاد اسرار المهنه هذه. المهم هم نفسيتهم زينه. اوه بس نفسيتهم ها. الا شهيتهم مفتوحه على الاخر ما شاء الله عليهم. الحمد لله. يهفون اليابس والخضر الحمد لله. اي ساعد شنو يبون؟ طعميه فول كشري سويت لهم منبار. خير منبار 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 هذا اللي يحشونه ايش فيك ادري 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 يعني إيه؟ مو باكلات مصريه. هي إيه اكلات مصريه اكيد من كثر ما قعدوا مع شلبي تعلموا ياكلون اللي هو ياكله تعلموا الاكلات المصريه ما شاء الله عليهم. بس المشكله ان انا اللي قاعده ملاحظتها يعني لما اعطيهم يطلبون حق 3 اشخاص يعني 3 وجبات. متاكده انت ياكلون 3 وجبات يعني هم ولا وجبتين بالضبط؟ لا 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 خميس انا يطلبون مني 3 صحون يعني حق 3 اشخاص يعني مو حق شخصين. 3 وجبات واكلات مصريه. انت رحت الملحق شفتيهم؟ ايه حاولت اروح لهم بس ما يخلوني ادخل كلهم اللي يطلعون لي. هاي الاستوات. شو الاستوات؟ في شيء. ايش صاير؟ اكيد في شيء. ها قول حموني. حماني بلا حماني بلا زفت. اقول لك قول حموني. حماني حماني يا ابوي انت بلاك بلاك. الرجال يقول حماني اسمك صح يقول اسمك صح يقول يعني شو تبغى يقول لك؟ قول له قول له بالغالي قول له قول له حماني. لا تقول لي لا تقول لي لا تقول ما ابي انا ما ابي اقول ادري ابي اقولها مثل الغالي حموني موسيقى. صبر خالي انا بسوي لك تجربه. اسمع ابوي قول لي يوسف استاذ يوسف. انا استاذ يوسف؟ والله احفر لك راسك واجرع لك شعر تراني. شوف قول يوسف استاذ يوسف. لا ما ينفع اقول لك شيء. صبر خلنا اقول يلا هاي مره بفوته. قول لي يوسف بالبيض. مين يوسف بالبيض ده؟ انا بسمع عنه كثير نفسي اشوفه. يوسف طلعت مشهور وانا ما ادري. هيب بحفر له راسه. انا هذا بحفر له راسه بسوي له حفره بلنسياقه يعني. بحفر له راسه. شو تسوون؟ شو تسوون؟ منو هذا اللي يبينا هني البيت؟ منو هذا؟ انت شو يا ابنك اللي انت داش عليه؟ انتوا شو تسوون في الرجال؟ انكسر ولا بيع حد؟ انكسر منهم ولا بيع حد؟ هدوا الرجال هدوا خلاص 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 يا بهدوا منهم. هد الرجال ذبحتوه. شكرا يا حق شكرا ربنا يخليك. انت اللي جابك هنا؟ مش عارف خطفوني. خطفوك؟ انت خطفونك؟ المفروض تخطفهم بارك الله فيك. شو الرجال؟ عمور بليز ممكن تركز ويانا شوي نبغي نرمسك يا اخي. زين اسمعكم تكلموا. عمور عمور يا اخي خلاص مسختها وايد ترى خليك ويانا عندنا موضوع نبيك ويانا. اخي شو ميرو كسرت بعد كسر الجهاز كسر الجهاز مره واحده. شوفي ياس اسمعكم تكلموا شو عندكم. ادري بك انك تسمعنا بس عقلك مو ويانا كله ويا هالجهاز. انت اذيتيني يا هالجهاز شو عندكم خلصوني بسرعه. حماني حماني ويا السوف من راح انهم الاستاذ شلبي هذي ملعوزين ابوي مطلعين لقرون. ايش قايل ملعوزين شو مسوين فيه؟ شفت انك ما تدري عن اي شيء في البيت ولا تعرف شو قاعد يستوي حولك لانك دائما في هالجهاز الخايس. شيخوي ذيتيني يا هالجهاز خلصوني بسرعه شو عندكم؟ المهم انت ليش ما تصير عندهم؟ حموني ويا الصوف العب معاهم لعبهم بلاي ستيشن اي شيء بس خلهم يكفون شرهم عن ابوي. زين يا ابوي شو السالفه؟ شو مستوي؟ فهموني. الله يسلمك خاطفين واحد مصري او انه بديل عن استاذ شلبي. كذابه خاطفين واحد؟ ايه شو بعد؟ الحمد لله ربك ستر الريال ما راح واشتكي علينا. زين انا شو بدي اسوي؟ عمور يعني انت ليش ما تجلس وياهم بين فتره والثانيه؟ سولف وياهم اشغلهم عن اي شيء يعني؟ اي صح كلامها خليك وياهم هالفتره هذه على الاقل على الاقل بس يرجع الاستاذ تشلل يا شلبي شلبي ما ادري اهم شيء يرجع ان شاء الله. والله طلعوا مو بهينين اختطاف مره واحده.
يوم قلت لكم دوروا لكم البديل، ما كان قصدي لكم انتوا تجيبون بني ادم. خميس شو بعترى بني احنا يبنى بديل، وبديل البني ادم بني ادم شراته. اخوي يسفوه صاج ما يصير نجيب بدل بني ادم عنز. ودريكتوا بديل البني ادم بني ادم مثله، تقومون تسحبون اي واحد من الشارع؟ هذا يسمونه خطف اختطاف، انتوا تعرفون شو يعني اختطاف؟ اصلا ما جسنا ولا سوينا في شيء، لكن نسولك سوالف. حتى انا قلت حق اختي سعاد طبخي لنا يعني اكلات كذي مصريه عشان ما نحس بالغربه، هي ما تعرف تطبخ شو تسوي؟ وذا الحين هذا بالله عليكم سار الشرطه واشتكى علينا، شو بتسوي؟ اذا سار الشرطه معناتها ان ال 500 اللي اعطيناه اياها ما سوت شغل. اللي انا اعطيته اللي انا بذاتي يعني انا اللي دافع له 500 صح. انا صح بذاتي انا صح 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 صح. زين الحين ابو عمر شو يكون البديل؟ اي شيء، اي شيء غير الخطف. هوايه مثلا لو سمحت، انا واحد ما احب الشطرنج ولا اعرف العبها. ومن قال لك تلعب شطرنج؟ انت ويوه شطرنج انتو؟ انت تقول هوايه؟ ايه هوايه ثانيه، موسيقى، رسم، احنا عرف قرايه. اشغلوا وقتكم بشيء ينفعكم، اي شيء اي شيء، مو بخطف عوادم. ايه يعني معنات كلامك يعني اللي فهمناه انك تبي يعني تشغلنا باي شيء بس ما يكون بشر، صح؟ ما ابغي بشر، بارك الله فيكم، اشغلوا نفسكم باي شيء غير انكم انتم تجيبون اوادم. زين خميس يعني انا اذا ما كنت محتاج بديل شو بدي اعمل؟ ما بدك تعمل شيء، تريحنا، تفكنا من صدعه الراس، انخمد بمكانك وارقد. بس صراحة أنا ما استغنى عن البديل. سووا أي شيء، سووا أي شيء تبغون تسوونه، بس لا تورطوني وياكم، لا تخطفون البشر، لا تجيبون ناس في بيتي. وبعدين ها مباشر تجيبون حيدر رفيجكم تقولون هذا البديل وبينفعنا وبيسولف ويانا، ما أبني أحد في البيت. هذا أنا أقول لكم من الحين. خميس صوتك مزعج قتلني. صوتي مزعج حقك أنت؟ انت تقول صوتي مزعج. رجعت لي سمعي يا خميس. الله اكبر. خميس رجعت لي سمعي، دخيل خف عليك. شوف خميس سؤال، شوفوني زين، اسمعني انا اقول لكم شيء. نعم. شوفوا لكم اي بديل يكون غير الانسان والحيوان والجماد، جماد كبير ما تبون. زين هو شو اسمه؟ منو هذا؟ الاستاذ شلبي. انت خبله؟ لا انت خبله من زمان، اصلا اسمك حملني الخبله، انا ممكن تقول شلبي تستني على اسمه ليش؟ الله يهداك بس يا خميس، شايفيني طنطمه قدامك انا؟ انا عارف ان اسمه شلبي، قصدي شنو اسمه الثلاثي؟ ليش؟ يمكن دقت في راسنا وسافرنا له. شو؟ بتسافرون؟ تسافرون حق منو؟ شلبي. يعني الحين معقولة ان الفراغ يسوي هكذا في الانسان؟ ايش كمان معقولة؟ ابوي الفراغ يسوي اكثر من كذي، بالذات اذا الانسان ما حصل شيء يسوي. الفراغ يوديه في داهية. كان يحب الله عليكم وانتم نسيتوا ايام قبل يوم نطلع من المدرسة ما نعرف وين نسير. اي والله ما نعرف وين ندق براسنا. اسمحوا لي يا اخوان، انا يعني اشوف ان عندكم صايرة يعني افكاركم مشوشة. اعتقد ان هناك في فرق ما بين الحنين وما بين المشاعر، انتم قاعد تغلطون ما بين الشغلتين. اعتقد اللي هم فيه هذا ما يعتبر فراق بمعنى الفراق، انما هو الحنين. الحنين لمن؟ الحنين لصاحبهم شلبي اللي فقدوه، من كذي هم حاسين بهذا الفقد الغالي. يا سلام شيء. يا سلام يا سلام، شوفوا كلام جميل، درر حكم. يا اخي سعدي، انت هالكلام ماذا من وين تجيب هذا؟ الحين ابو احمد هم يعانون من الفقد والحنين يعني؟ بالضبط. طيب استاذ سعيد، انا ابغى اعرف هذا الفقد اللي عندهم واللي يشعرون فيه كيف احله قبل لا افقد نفسي؟ عفوا بس خميس، يعني انت مشكلتك مع خميس حماني ولا مشكلتك مع القطاوه؟ شو قطاوه الله يبارك فيك، شو قطاوه تتكلم نحن الاوادم؟ قال لك كلمتين حلوين قام يخور عليك، شوف ايش قايل عادل؟ شوفه كذا ما حد يمدحه. عمي
انا مشكلتي وياهم هم مثل ما قلت يشعرون بالفقد، فقد يعني هم عندهم بلوى، في فراغ شاغلنهم. شفت استاذ شلبي يوم سافر ترك عندهم فراغ كبير وهم ملعوزيني ما بعرفين شو قاعد يشغلون فراغهم هذا. اي نو مستر قميص ما تصورني انت على الموظف، انا فاهم بس انا قاعد اوجد لك بعض الحلول. انا من رايي، اخ خميس انك تجيبهم عندنا القهوه يقضون معاهم، يقضون معانا وقت فراغهم، بنحسسهم نحن ان هذا الحنين متواجد، هذه المشاعر دفاقه، بنحاول نعوضهم هذا الفقد اللي هو فقد صاحبهم. تأيدني بهالكلام اخ عبد الله؟ طبيعي. عشان كذي اقول لك هاتهم وان شاء الله ما بيحسون بفقد صاحبهم. ابو احمد يا اخوي انت ريال عاقل، انا هذيلا في الاسبوع مرتين اجيبهم يقلبون القهوه فوق روسهم، تبغين اجيبهم كل يوم هنا؟ يا اخ اسمع 15 كلام سليم، انت جيبهم هنا ونحن بنسد هالفراغ هذا فيهم، مو ما مثل ما قال لك ما بنخليهم يفقدون بالهذا، يشعرون بالحميميه. بالشو؟ حميميه. حميميه ولا حنينيه؟ بالحنين؟ لا الحميميه؟ اي هاي. انا اقول لك خميس لا تطولوا هيك قصير، يعني هاتهم عندنا هني وثق تماما فينا ان احنا بنرجعهم مثل ما كانوا احسن. اهم شيء الاحساس بالحنين. هذين مكاين هاي بتصلحون وترجعون مثل ما كانوا. الله ربعي يا اخي يقولون كلام عجيب غريب. هاتهم ان شاء الله وامورك طيبه. خلاص طيبهم عندك انا. شو هذا؟ شو الصوت؟ خميس؟ شنو هذا؟ تحسي هال؟ صوت قطاوه. قطاوه؟ شو دش البيت؟ خيبه هاي معركه بين قطاوه مستويه. خمسه وين يا وانا القطاوه؟ انا بيتي ما في لا حيوانات ولا قطاوه ولا شيء، لكن انا اعرف الحيوانات اللي جايبين الحيوانات. يسوف انا مو قايل لكم بسوي برنامج، بسوي جيم ويا بعض بنلعب، ليش شي سويتوا؟ شوف عاد عمور بلا جيم بلا زفت، احنا ما نعرف حق السوالف مال بلاي ستيشن. اسمع حبيبي عمر، هالكلام اسحبه، نحن ريايل كبار لنا وعلينا، تبغينا نلعب جيم مع الطفل مثلك انت ود الخامس عشر؟ لا انا ما اقبل، انا شخصيتي تجي تنزل. جيم مع الطفل؟ الحين ما تبون تلعبون؟ افا وين قبل كل يوم تبون تلعبون وياي بلاي ستيشن؟ احنا نعرف انك بكره بتجيب البلاي ستيشن هني الملحق وغصبا عليك، احنا نتحكى عن اليوم، شلون نتصرف؟ شلون نحصل البديل؟ ترى هذا البديل محصله؟ ها ما شاء الله، شوف البديل ايش حالات البدلة. لا حول ولا قوه الا بالله، هالادمي على طول يعني منقص له بس يا يتنازع كله يتنازع علينا كله يتنازع. ما شاء الله عليك مبسط ومتربع وحاط لك طاوه على كرشك، وين يا بهام؟ سكتي لا يسمعونه سكتك. هذه اصلا فكره كريلش خميس، هو اللي قال لنا يبو بديل بس ما يكون بشر. خميس انت صاحب الفكره؟ أنا قلت لكم هاتوا قطاع، لا أنت صادق، أنا المفروض أقول لكم هاتوا أي شيء غير كائن حي، حتى نباتات حرام عليكم. خميس لا تتبلى على أخوي، أحيانا مساكين هذين وين عقهم؟ يتامى هذين، تعرف أن هذين يتامى، إحنا ما حصل لا أبو ولا أم، يتامى وين عقهم؟ قل لي أنت قلب ما عندك، أنت إنسان ما عندك رأفة في الحيوان والله العظيم. أي والله حرام، بعدين هادئين وخذوا على المكان كيوت شوفوهم. اخوي خميس خلهم الليله هني يباتون يرقدون عندنا وباكر ان شاء الله يسيرون بلادهم. ارقدت عليك طوفه، وين بلادهم اللي بتروح لهم؟ شو اقول؟ اسمعوا عاد، اعذر من اندر، خطوا خط والثاني محوه، هذول قطونهم برا، وين رجعت باشر شفتهم؟ بحطكم معاهم عند الزباله تاكلون، يا جنين الحيه اللي نصفهم على وجهكم. اعطوني شيلهم. لا شيلهم وقطهم عندهم. لا خميس لا لا والله العظيم خلي يروح خلي يصير عفير.